بتعرف واحد لما بيزرع شجرة هاي ثمرة روحه، هاي الزيتون بتعني لي في كل إشي لأنها في القرآن موجودة، يعني الواحد ما بيتركها ولا التين. اجوا في جماعة ميراثنا ساعدونا والله، زرعوا الزيتون وما شاء الله اجوا فوج كبير منهم وجابوا زيتون كثير وزرعناه، وهي الزيتون كلياته ما شاء الله طلع فيه شتلات منهم، يعني كسروهم لما كانوا يخربوا لي اكثر من مره هون، خربوا لي اليهود يعني معروف، ما هو شيء طبيعي. وكان شو اسمه طلع الزيتون هي، طلع على الزيتون اذا بحب يصورها كيف كانت، هيها مكسوره صغيره. نحن في جمعية ميراثون اليوم في منطقة في ضواحي القدس، قمنا بزراعة هذه الأراضي بأشجار الزيتون خلال السنوات الماضية، قام بها المزارعون والاستفادة من مشروع زراعة الزيتون. طبعا في بعض القطع اللي شفناها وتابعناها وحكينا مع مزارعينها بدأت فيها الأشجار تثمر وتكبر أكثر وأكثر، ولكن للأسف بعض القطع تعرضت لهجمات من قبل الاحتلال وإزالة الأشجار والزراعة سواء القديمة أو اللي قمنا فيها، وحتى إزالة الشيك والأصوات الأسوار اللي بنوها المزارعين فيها، مثل القطع اللي احنا بنشوفها حاليا هون جنبنا هي تم زراعتها، ومثلها هناك عدد يعني من هذه القطع اللي تتعرض لهي الهجمة لإزالة الأشجار. خطوة اعتماد مؤسسة ميراثنا للزيتون خطوة كثير منيحة، وأكل مصروف للمزارع في ظل الأوضاع اللي عايشينها. فياريت لو ساعدونا كمان أشجار، أشجار بناء سلاسل، نمد برابيج مي اللي بنقدر نوصل مي لهون، يساعدوا الناس يقدروا يبنوا سلاسل، لأن إشي مكلف عندنا هون، حراسة الأرض هون من الغزلان ومن الأغنم، الأشياء اللي بتاكل الشجر، الشبكة غطت اللي يمسك الشجر، اللي بطل يفوت عليهم. ومن هالأنواع هي للأرض نفسها يساعدنا. احنا نشكر كل من ساهم ودعم هذا المشروع، ونتمنى دعمه واستمرار في الفترات القادمة إن شاء الله.